بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في هذه الحلقة سوف نعرف How to generate passwords and user ID، كيف ننشئ كلمات مرور و user ID وحفظهما في ملف إكسل أو ملف CSV. قبل البدء في كتابة الكود يجب تثبيت مكتبة Pandas Library. بنفتح نافذة التيرمينال وبنكتب الأمر التالي، بنكتب هنا pip install pandas ونضغط مفتاح الإدخال Enter، يثبت لي المكتبة، ثم أعطاني هنا requirement already satisfied أي أن هذه المكتبة تم تثبيتها سابقا. نغلق نافذة التيرمينال ونقوم باستيراد المكتبات التالية. بنكتب هنا import pandas وأعطاء الياسمين sbd، بعدها أستورد مكتبة random، أكتب هنا import random، من أول السطر import أستورد مكتبة secrets، أستورد أيضا مكتبة string import string، من أول السطر أنشئ متغير خاص بقائمة كلمات المرور وليكن اسمه list يساوي square brackets. أنشئ متغير قائمة خاص باليوزر اي دي، أكتب هنا اي دي list يساوي square brackets. وبعدها أنشئ متغير خاص بالحروف التي سوف تشملها كلمة المرور، فأكتب هنا المتغير وليكن على سبيل المثال اسمه character. وهنا من خلال المسج list اكتب list، ونفتح هنا brackets واكتب داخلها مكتبة string استدعي منها الاسكاي letters، ونضغط زائد وايضا استدعي مكتبة string واستدعي منها digits الارقام، وبعدين زائد واكتب هنا بعض الاحرف الخاصة، بنضغط هنا single codes، وتجد في لوحة المفاتيح عندك في الصف العلوي من لوحة المفاتيح الأحرف الخاصة، تبدأ من علامة الإكزكليميشن at hash s dollar percent hat and asterisk opening brackets closing bracket. ممكن تضع أي أحرف خاصة بين السنجل كودز كما أشرت. بعدها نعرف الدالة generate، فبكتب هنا def مسافة وأكتب هنا generate، وسأكتب بداخلها اثنين parameters. البارامتر الأولى خاصة بطول كلمة المرور، أكتب هنا length. أما البارامتر الثانية ستمثل أعداد كلمة المرور، أكتب هنا parameter list، يعني هذه الدالة سوف تحتوي على parameter. البارامتر الأول length وهو خاص بطول كلمة المرور أي عدد الأحرف داخل الكلمة. أما المتغير الثاني أو البارامتر الثاني يمثل أعداد كلمة المرور. هنا اكتب global password list، يعني اجعل نطاق الباسورد ليست global، يعني يعرف داخل الدالة وخارج الدالة كما هو. من اول السطر هنا انشئ حلقة تكرارية for x in range في المدى خاص بالليست، يعني انشئ لي حلقة تكرارية بالعدد الذي سوف ادخله لهذه الدالة، بمعنى لو أنا عايز 10 كلمات مرور كرر 10 مرات وأعطيني 10 كلمات مختلفة، وبعدها أضغط كله، ثم استعين بدالة random dot shuffle. هنا هيعمل عملية خلط داخل الكاركتر الأحرف، فأكتب هنا كاركتر، يعني قم بعمل كاتشانة داخل الكاركتر، يعني عملية خلط للأحرف في متغير كاركتر. متغير كاركتر سوف يحتوي على أحرف وأرقام وأحرف خاصة. هنا هيقوم بعمل شافل، يعني يضع الحرف الأول الثاني أو الثالث أو الرابع ويقوم بخلط الحروف ترتيبها، هنا يخلط ترتيب الحروف. من أول السطر أنشئ هنا متغير اسمه password كقائمة ونضع له square brackets لأنه سيمثل قائمة من الأحرف، وبعدها أنشئ حلقة تكرارية for i in range في المدى، نفتح براكتس في المدى الخاص باللينس بطول الكلمة، وبعدها كله هنا بحدد
عدد الأحرف داخل كل كلمة مرور. وهنا استخدم الباسورد، وهنا دوت سادي أبند، وأبند معناها ضم الأحرف التالية. ضم الأحرف التالية، استخدم دالة سيكريتس دوت، واستخدم منها تشايس، ثم أكتب هنا كاركتر. كاركتر أي مزيج الأحرف الذي سبق أن أنشأته في الخطوة رقم 7. من أول السطر بقوم بعملية شفل أيضا لكلمة الباسورد. من أول السطر أكتب هنا random dot shuffle، وأعمل عملية شفل للباسورد ليست أي الأحرف التي تتكون منها كلمة الباسورد للمرة الثانية. أكتب هنا print، أطبع لي كلمات المرور، أفتح هنا single quotes، أضغط دوت، وأكتب هنا المسج join، وأكتب بداخلها الباسورد ليست. هنا بيقوم بانتقاء الأحرف من داخل الباسورد ليست، لأن لو كتبت باسورد مباشرة هيكتب لي square brackets وهيكتب لي الكومة داخل الاليمنتس العناصر اللي داخله في الباسورد، لكن انا بلغي السكوير براكتس وبلغي الكوما هنا، بجعله ياخذ الاحرف التي يشملها الباسورد فقط باستخدام الميثود جوين. من اول السطر بضم الباسوردز دي اللي تم كرييتنج لها داخل قائمه باسورد ليست، فاكتب هنا باسورد ليست دوت ابند، واكرر نفس الخطوات. هنا سنجل كودز فارغه، وبعدين join، وبعدين بنكتب هنا الباسورد لكي يضم نفس كلمات المرور داخل الباسورد ليست. من اول السطر استدعي دالة generate، فبكتب هنا generate. طبعا دالة generate بتحتوي على اللينس والليست. اللينس وهو عدد الاحرف داخل كلمة المرور، والليست وهو عدد كلمات المرور في قائمة. مثلا انا بكتب هنا 8، أي أن عدد الأحرف التي ستشملها كلمة المرور وهي 8 أحرف، وبعدين كوما، ونكتب هنا 100، يعني اعمل لي 100 كلمة مرور. من أول السطر أنشئ حلقة تكرارية خاصة باليوزر آي دي، فبكتب هنا for you in range في المدى. أنا هنا عملت قائمة بمئة كلمة، يبقى إذن أنا محتاج 100 يوزر اي دي، فافتح براكتس واكتب مثلا انا عايز اليوزر اي دي يبدا مثلا من 1000 وينتهي عند 1100، ويجب ان يطابق اليوزر اي دي اللي انا هعمله في الحلقه التكراريه فور مع اعداد كلمه المرور، لاني ساضعها في قائمه واحده، فبالتالي يجب ان تكون القائمتين بنفس العدد مطابقتين في العدد. يعني هنا هعمل 100 كلمه مرور، يجب ان يكون هنا 100 يوزر اي دي يعادلها. وبعدها هنا باخد كله، ثم استدعي الاي دي ليست، الاي دي ليست، واستدعي منها الابند ميثود، وهنا اكتب يو، يعني ضم الاي دي يو داخل الاي دي ليست. من اول السطر بانشئ هنا متغير يمثل الداتا فريم وارمز له بدي اف يساوي، واستدعي هنا البانداز من خلال الالياس نيم الخاص ب بي دي دوت، وهنا استخدم الميثود داتا فريم وافتح براكتس. سوف انشئ داخل البراكتس بايثون ديكشنري، واحنا عارفين البايثون ديكشنري لكي استدعيه بستعين هنا بالكيرلي براسز، وكما نعلم ان البايثون ديكشنري بيحتوي على داتا بيرز اي ثنائي من البيانات، وثنائي البيانات دائما بيحتوي على جزئين، الجزء الاول وهو الداتا كي، والجزء الثاني وهو الداتا فاليو. مثلا استدعي الثنائي الاول، اعطيه مثلا هنا اليوزر اي دي، دي تمثل الداتا كي الخاصه بداتا بيرز، وبعدها نضغط كولو، وبعدها هنا استدعي الاي دي ليست اللي انا كونتها في الخطوه السابقه، في الخطوه 19 و20 كونت الاي دي ليست. ده كان يمثل الثنائي الاول من البايثون ديكشنري. ثم ادخل الثنائي الثاني، باخد كوما واكتب هنا سنجل كودز، واكتب هنا
password كلمة المرور. هذه تمثل الداتا كي للثنائي الثاني. وبعدها أضغط هنا كولو ثم أستدعي الباسورد ليست. وهذه تمثل الداتا فاليو للثنائي الثاني. من أول السطر أحول الداتا فريم إلى ملف إكسل. أكتب هنا df.toExcel وأفتح هنا brackets وحدد هنا اسم لملف الإكسل. بكتب هنا single quotes وأكتب مثلا دي الباسوردز كلمات المرور .xlsx. وأحول أيضا الداتا فريم إلى ملف CSV لو أنا ليس لدي على الجهاز تطبيق الإكسل. فبكتب هنا df.toCSV ونفتح براكتس وبين سينجل كودز بكتب اسم الملف passwords .csv وبعدها نضغط على run. هنا طبع لي 100 كلمة مرور لأن أنا حددت هنا الليستة ب 100 كلمة مرور وحفظها في ملف passwords.xlsx وملف passwords.csv. بنفتح هنا البروجكت تاب بجد هنا ان تم كرييتنج لملف السي اس في وملف الباسوردز اكس ال اس اكس. افتح ملف الباسوردز دوت اكس ال اس اكس دبل كليك هنا اجد الكولم الخاص باليوزر اي دي وهو بدا من 1000 وهنا الكولم الخاص بالباسوردز. كما الاحظ هنا الباسوردز عدد الأحرف داخلها 8 أحرف وهنا عمل لي اليوزر اي دي لحد يوزر اي دي انزل تحت هنا للرقم 99. طبعا هنا رقم بدأ من عند 0 0 زائد 99 اي 100 رقم باليوزر اي دي بالباسورد. لو انا عايز الباسورد اكثر تعقيدا ممكن ان انا ازود. اقفل كلوز اقفل دونت سيف بقفل البروجكت تاب. مثلا انا عايز الباسورد تتكون من 20 حرف اغير الثمانية الى 20. نضغط ران مرة اخرى هنا اجد الكلمات المرور 20 حرف. نفتح تاني البروجكت تاب بضغط على الباسورد xlsx اجد هنا كلمة المرور تتكون من 20 حرف واليوزر اي دي بدأ من 1000 وينتهي عند 1100 عند 1100. طبعا هنا مكتوب عندي 1099 لماذا؟ لان هو بدأ من عند 1000 فطبعا 1000 بيحسب رقم اذا بكده المجموع هيكون 100 رقم. نقفل. لو هنا استخدمنا الباسورد سي اس في دبل كليك على باسورد سي اس في عمل لي هنا ملف سي اس في بيحتوي على اليوزر اي دي. طبعا ملف السي اس في دائما القيم عندي بتكون مفصولة بعلامة كوما كوما separated value عبارة عن قيم يتم الفصل بينها باستخدام علامة الكوما. كتب لي هنا الاندكس في الاول كتب لي اليوزر اي دي وكتب لي هنا ايضا الباسوردز وهي عبارة عن مزيج من الاحرف والارقام والاحرف الخاصة. نغلق ملف السي اس في. إن شاء الله سأضع لك رابط هذا الكود في وصف الفيديو إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.